اهلا وسهلا بكم في هدرع الماشي، الفقره اللي نالت استحسان الكثيرين باستحسان الشخصيات الجميله والرائعه اللي بنلتقيهم ونتكلم معاهم ونتعرف على حياتهم. اليوم هنا في محافظه المهره على ساحل منطقه الغيضه التقينا باحد الاشخاص اللي حنتعرف معاه على هويته. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كيف حالك؟ الحمد لله. عرفني بنفسك. أولاً بسم الله الرحمن الرحيم، أشكر قناة السعيدة على هذه الاستضافة لنا، أشكركم كل الشكر والتقدير. يا هلا وسهلا فيكم ومرحبا. اسمي خالد عاشور بمعبد، من أصلي أنا من حضرموت بس ساكن في الغيضة من تاريخ من 93. يعني نقدر نقول الآن حضرمي ولا مهري؟ نص بنص كده، يعني نص حضرمي نص مهري، جمعت بين الثقافتين. أيوة مشكل. ربنا يحفظك إن شاء الله. مشكل بس ما نشتري بلا مشكل آدمي. ربي يسعدك إن شاء الله يا رب. وانتو كذلك، يا أهلا وسهلا فيكم. احنا سعداء فيك، وطبعا احنا بنسأل عن الشخصيات الجميلة المميزة، كلمونا عليك فحبينا ان احنا نستضيفك ونسوي معك لقاء. يا أهلا وسهلا فيكم، ونحن ان شاء الله نسعدكم، وان شاء الله نكون في ان احنا نعطيكم اللي تشتوه. تسلم. اللي نشتي ان احنا نتعرف عليك اكثر، قل لي على حياتك بداية. عندك أسرة، أولاد، متزوج؟ أنا متزوج نعم، وعندي وحدة. وحدة بس يكفي وحدة. مقتنع؟ الحمد لله. الحمد لله. وأبو ستة أولاد. ربنا يخلي لكم. يعني ثلاثة أولاد وبنت وثلاثة بنات. ربنا يخلي لكم. نعم. يا رب. أكبرهم؟ أكبرهم إبراهيم. وأصغرهم؟ أصغرهم ياسمين. ومن الأحب إلى قلبك، الأولاد ولا البنات؟ لا، الثانيين الاخيرين التوأم. التوأم؟ ياسين وياسمين. يعني الاصغار احب من الاكبر؟ أيوة. طبعا الان بيزعلوا الاولاد. لا، في وحده كذا بنتك احبها كثير يعني. ربنا يخلي لكم. نعم. ان شاء الله, إن شاء الله يا رب. وتشتغل ايش؟ انا موظف في التربيه، واشتغل في شركه الاسماك، مدير شؤون الموظفين. ما شاء الله. ايوه، لان الوضع هذا لازم بقى تشتغل كم ما شغال. صحيح، تشتغل الوضع. اكثر من عمل. لازم، اما عمل واحد ما يكفي. في حضرموت لما كنت هناك ايش كنت تسوي؟ كنت تشتغل ولا هناك معانا؟ هناك يا ربي. ايش في معانا؟ معانا هناك اشتغلت هناك مع معلم، مع مقاول. فوق الطين والمدر. كعفنا تكعيف، واحد نضوي في الليل، انام الا وريولي فوق وراسي تحت. الله، عذاب عذاب عذاب. لقمه العيش ما تقيش بسهوله. ما تجي بسهوله. نعم صح. صحيح. ولازم من اللي تعب. صحيح. يعني الان في شغلك هنا مرتاح اكثر؟ الحمد لله رب العالمين. الحمد لله. الحمد لله. على كذا صادفت بحياتك مواقف مختلفه؟ والله مواقف مش كثيره، يعني مواقف لا باس بها. يعني مواقف تسعدك، مواقف تزعلك، مواقف تبكيك، مواقف تغضبك؟ والله مواقف اللي تزعل الحمد لله ماشي، ما فيش. واللي تفرح قليل، واللي فيها. طب خلينا نفرح معك ونفرح المشاهدين بالمواقف هذه. والله انا في رحت الى تعز. في مره معي رحنا الى تعز، وبعدين سكرنا احنا في بيت فوق رافعه كذا. ومعي واحد ثاني صاحبي كماي مرتين يمكن. وخلينا للسوق الصباح نتمشى، وكلينا اكل وشراب ومندري ايش، المهم عاد قدرنا نتحرك. اخر شيء طربنا على واحد صاحب سيكل هناك. جاء صاحب السيكل، تعال. جاء صاحب السيكل وقلنا له طرب على واحد ثاني، قال لا لا ما بشلكم، مالك يا ابو حضرام. قلنا لا 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 لا، انت ما تشوفنا احنا كيف؟ نحن مش بشر، نحن لكم القواصر. يا اخي صلي على النبي. ايوه. قلنا له جيب سيكل ثاني، قال ما بالله ما اشلكم. ما طلع هو، تو طلع فوق التانكي حق البترول. قلت له صاحبي انت بتشندخ ولا انا بشندخ؟ قال لا انا بشندخ. قلنا له شندخ، وانا ركبت على جنب كذا معاه. المهم عشق رقم واحد الرجال السيكل، وانقلب له ورا. وسقطنا له في السفلت، والناس ضحكوا يصيحوا، الناس اما حادث حادث. وهذاك يلس تم فوق بطني يقول قم قم، محاسب نفسه عادي فوق الدداي حق السيكل. قلت له انت فوق بطني عادي قم. بسلامه عدت بخير. الحمد ما لله ما تعلمون. الحمد لله. الحمد لله. ربنا يعطيك يعني العافيه. الامور هكذا تحصل لك. صحيح. نعم. صحيح. الحمد لله. كونت صداقات عديدة ومختلفة سواء في حضرموت أو في المهرة، صح؟ والله نعم. هذه أصدقاء يعني؟ أكثر أصدقائك وأقربهم أكثر إلى قلبك؟ أصدقاء في المهرة كثير، وفي حضرموت أقربهم إلى قلبك؟ أقربهم إلى قلبي حمزة. حمزة. أيوه. صديقك حمزة. حمزة.
ليش حمزه؟ ليش حمزه؟ وتشوف لا عنده حمزه طبعا مراسلنا هنا في المهره. أيوة قد كامل الان ولا يعني؟ هو لانه مراسلكم انا حبيته. ها لان انا احب صراحه والله احب قناه السعيد. ربنا يخليك. اتابعها كثير كذا بس البرنامج حقكم في رمضان ذا يكون عندي عمل انا في الوقت هذا يكون عندي عمل. ان شاء الله هذه المره ما يكون عندك عمل وتشوف نفسك في حلقه اليوم وفي الحلقه ان شاء الله القادمة. ان شاء الله يا رب ان شاء الله نشوفكم في عده حلقات ان شاء الله. ان شاء الله. يا مرحبا. علاقتك بالبحر وارتباطك بالبحر بخصوص انك ساكن على منطقه ساحليه. والله البحر ما عندي خبره عنه بس عندي خبره في الصيد لان نشتغل في شركه اسماء. عندي خبره في الصيد اما البحر ما عندي خبره. صياد؟ لا ما انا صياد. ما قربت صيد ابدا؟ لا ابدا. لا ناكل الصيد. تاكل الصيد؟ اي ناكل بس انك قربت صيد ولا لا؟ لا اصطادت ماشي دخلت البحر ظهوري نعم بس خفت شوي. احكي لنا على تجربتك لما دخلت البحر. لما دخلت البحر صراحة دخلت البحر نا في عدن وبعدين خوفانا احنا شوية قالوا الواحد شوف هذا الرجال يخاف من البحر. ومشينا شوية لما دخلنا داخل انطفت الماكينة قال يا جماعة الماكينة انطفت. وكيف الرجعة؟ قال سباحة. قلت له كيف سباحة؟ ماشي سباحة. وانت ما تعرف تسبح؟ انا لما تجيبوا مهندة تصلحوه. وانت ما تعرف تسبح؟ انا ما نعرف لكن مسافة بتعب وصل ما برع البحر قدرنا مرة تعبان. قلت له ما بتحرك انا. انت انا في ذمتك شفنا بابيت في الهوري لما الصبح هات المهندس يصلحها. كيف سويتوا بعدين عشان ترجعوا؟ لا هم هو شغال الا بس هم قالوا بند الماكينه يمزح معاك يمزح معانا يعني. عشان يخوفك. ايوه بعدين قال لا خلاص الله شغال هو شغال ورجعنا ماشي اللي حصل يعني. ايش اكثر الحاجات اللي بتخاف منها؟ هذا سؤال محرج صراحه. لا احنا نشتي نعرف اكثر الاشياء اللي تخاف منها. نخاف صراحه من الفار. من الفار؟ تخاف منه؟ إلا الفار هذا بالله. ليش طيب؟ يقول لك الإنسان ما يخاف من حاجة إلا لو صار معه موقف مسبقا منها. والله هو ماشي بس أنا الفار هذا نكرهه. لا ذكرينه ولا بقوكم بقبز بالبحر. طب ليش؟ ليش خايف من الفار؟ أخاف منه بس زمان مثلا زمان حصل لك موقف مع الفار ولا شيء؟ الفار هذا حتى لما أشوف فيلم ولا شيء يطلع في الدار يقول كذا في الشارع. شفته بتضحكوا على الصراصير بموضوعي؟ ما تخاف من الصراصير؟ لا الصراصير يا على كيف هذا الصراصير هذا لما تحمسهم شويه. تحمس ايش الصراصير؟ كيف تحمسهم؟ تحمسهم هكذا ملح وفلفل اسود. خلاص خلينا نقلب الموضوع نغير. انا بقلب الموضوع مش هالفار ما يطلع. انا قلبت الموضوع مش هالفار ما يطلع. تخيل في يوم من الايام انك لا قدر الله حبست في مكان وفي معك فار فلازم انك تتغلب على مواقفك يعني على خوفك. والله حصل لي موقف انا يوم من الايام هنا قريب خريت مسجد. طبعا اخري المسجد بدري انا الساعه 3:30 خلصت السري وهذا بعدين رحت عند الحمامات الله يكرمكم وقدي عند الحمامات احس الفار انا تحنبت والعاده قعدت حركه تمتك ها ها اقول هكذا اصيح والله ما عرفت تتحرك ما قدرت عارفه هذا الاحساس ها 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 وعبر بيمي ها ورجعت بس وشرد من عندي خلاص الحمد لله رحت قضي بذن. طب لو قلنا لك في واحد صغير قدامي لا واحد صغير الا الفار الا الفار ابدا الا الفار ما فيش حاجه ثانيه تخوفك بحياتك مره غيره. مره في بيت عمنا في المكلا جيت الظهر قالوا يا ابو هلال تعال ايش في؟ قالوا عري كبير دخل المخزن. قلت لهم يلا بعدو عدو انا ما عاد عليكم العر قلت له على طول ما تخافش. ايوه دخلت العري انقلب زي لما شافنا وسكروا الباب ادق على الفتحه خلاص مالك؟ قلت لهم العري ما عاد عري انقلب ذا انقلب اسد كيف بكون منه فكوا علي. والله انا هذه مره وقعت في المكلة مواقف صعبة على الانسان ما والله بس الفار لا تذكرون خلاص ما نذكر الفار نخرج من الفار الى الامنيات والله الى الصراصير عاد لا 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 الله يحفظك الا الصراصير شوف نسوي اتفاق انا وانت انت مالكش انا مالكش دخل بالفار وانت مالكش دخل بالصراصير تمام طيب هذه طبعا من ابرز المواقف اللي حصلت لك مواقف مع الفار ومواقف سيفه أيوة. ومواقف كذا الان انت لما يسموك ابو هلال هو فعلا عندك ولد اسمه هلال؟ لا طب سموك ابو هلال ليش؟ هذه كنيه من زمان من ايام الوالد الله يرحمه يعني اسمك كذا ابو هلال بس انا بالاصل ابو ابراهيم الاصل لكن حتى الحرمه تدعين ابو هلال حتى امي تدعين ابو هلال يعني وانت صغير ايش كانوا ينادوا؟ الان انا اسمي خالد احيانا يدعون يا خالد ما التفت انسى ان انا اسمي خالد بس الكنيه كان طب ليش ما سميت واحد من اولادك هلال؟ والله هذه نحن اولادنا الكبار هذولا يسميهم الوالد الله يرحمه الله يرحمه وهو اختار هذا الاسم ابراهيم
وسمى ابراهيم وخلاص الكبير ابراهيم الله يرحمه. ومعي عبد الله، عبد الله كان خالي واحد توفي والحرمه كانت حامل، وقلنا لو كان ولد اسمه عبد الله على اسم خالي الله يرحمهم جميعا. نعم. وهذا هلال ان شاء الله نرضيه ان شاء الله ان شاء الله الله قريب ان شاء الله يا رب. طيب زرت مناطق هو معاشي يعني في الركن يلا ان شاء الله ربي يحفظك. نعم. زرت مناطق اخرى غير الغيضه ما بين حضرموت والمهره؟ والله رحت لما صنعاء، رحت عيب، ورحت تعز، و خارج اليمن، خارج اليمن رحت عمان، ورحت عمره السعوديه. عمان بذات انها على الحدود والمنفذ مع المهره. لا بس انا رحت تبع الشركه، مع الشركه يعني جلست 20 يوم في مسقط و15 يوم في صلاة. ربنا يوفقك ان شاء الله. بلاد صراحه حلوه و صحيح، ولا انا شي فيها، والبلاد الحلوه لاهلها فعلا، ونحن بلادنا اللي حلوه جميله واهلها طيبين، واهلها طيبين الحمد لله رب العالمين. ربنا يصلح الحال فيها. الوجوه الطيبه هذه صراحه والله سعدتونا اليوم. تسلم ربنا يحفظك. نعم. احنا كمان كنا سعداء بوجودك معنا في فقره هدراء الماشي، وهذه لفته بسيطه من برنامج طائر السعيده. يعطيك الف عافيه ان شاء الله، نتمنى ان احنا نشوفك عن قريب باذن الله بكل خفه الدم والروح الموجوده معك. الله يعطيك العافيه. انا في اي وقت مع السعيده انا موجود. شكرا جزيلا لك واحنا فخورين فيك ان شاء الله يا رب. اذا كانت هذه هي فقرتنا لهذا اليوم هدراء الماشي، لا تروحوا بعيد، ما زالت لدينا العديد من الفقرات المختلفه، كونوا معنا.